أعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني تفاصيل فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعقد خلال الفترة من 25 من يناير الجاري وحتى 6 من فبراير المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضحت وزيرة الثقافة أن دورة هذا العام من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تعقد بمركز مصر للمعارض الدولية، تشهد مشاركة 1047 ناشرا من 53 دولة، حيث يشهد المعرض 500 فعالية متنوعة، مؤكدة حرص القيادة السياسية على توفير كافة التسهيلات ليخرج المعرض بأفضل صورة بما يعكس اهتمام مصر بالإنسان وثقافته وإبداعه. وأشارت إلى مشاركة مبادرات وطنية في المعرض، منها وعي ودوي وحياة كريمة، كما يواصل المعرض دعمه لقادرون باختلاف، حيث يفتح أبوابه مجانا لهم ومرافقيهم، ويقدم لهم خصومات تصل إلى 40% على إصدارات دور النشر. المزيد من التفاصيل والمتابع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. أرحب بك معنا على شاشة دي أم سي. دكتور أحمد، في البداية يعني لو تطلعنا على الاستعدادات والتحضيرات الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54، والذي من المفترض أن ينطلق في 25 من الشهر الجاري. إن شاء الله يوم 25 يناير سيتم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 54، وسوف يتاح للجمهور بدءا من 26 من هذا الشهر حتى 6 فبراير. هذه الدورة هي استمرار ل 54 سنة من عمر معرض القاهرة الدولي للكتاب، ريادة مصرية ثقافية، ريادة مصرية إقليمية. عندما نتحدث عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتأكيد نحن نتحدث عن واحد من أكبر المعارض الدولية، وواحد وهو الأكبر على المستوى الإقليمي. المعرض جماهيريا بيصنف واحد من أكبر معارض العالم جماهيريا. حتى في ظل جائحة كورونا لم يتوقف معرض القاهرة الدولي للكتاب. الحقيقة المعرض كل سنة حريص على أن يقدم جديدا، سواء على مستوى الإصدارات بالفعل اللي هي المادة الأساسية للمعرض، كذلك الفعاليات الثقافية التي تقدم كل جديد من أفكار ورؤى ومناقشات ثقافية ثرية. هذا العام ضيف شرف هذه الدورة المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة الأردنية الهاشمية سيكون لديها برنامج ثقافي متميز، بالإضافة إلى عدد من دور النشر الأردنية المتواجدة وصالة مخصصة أو جناح مخصص لضيف الشرف. شخصية المعرض هذا العام الشاعر صلاح جاهين. صلاح جاهين بالإضافة إلى كونه شاعرا متميزا وفنانا شاملا ومبدعا، انما اختيار شخصيه المعرض له دلاله، حقيقيه، دلاله وهي الالتفات الى اهميه العاميه المصريه بوصفها واحده من اوعيه حفظ الهويه ايضا، وهي بالتاكيد هي منبثقه عن اللغه الفصحى، والعاميه المصريه واحده من القوى الناعمه المصريه المنتشره في كل ربوع المنطقه العربيه كلها. كذلك اختيار شخصيه كامل كيلاني كاتب الطفل يعكس الاهتمام بالثقافة المصرية والثقافة العربية وتنوعات الثقافة العالمية التي استثمرها كامل كيلاني في كتاباته. لكن أحب أن أنوه إلى شيء مهم أيضا، اختيار شعار المعرض هذا العام. هذا العام المعرض ينطلق وهو يحمل شعار على اسم مصر، معا نقرأ نفكر نبدع، على اسم مصر والعالم مع مصر، يقرأ ويفكر ويبدع في معرض الكتاب الذي ستكون هناك الكثير من الموتيفات والكثير من العبارات التي ترسخ الهوية المصرية والحضارة المصرية التي أثرت الحضارة الإنسانية. طيب إذا دكتور أحمد، يعني هناك أيضا مشاركات لعدة مبادرات لمبادرات وطنية بالطبع داخل معرض الكتاب لهذا العام، وأيضا العديد من الخدمات والخصومات التي تقدم للقادرون باختلاف. بالنسبة للمبادرات الوطنية على سبيل المثال لا الحصر، يعني لدينا مشاركة من المجلس القومي للمرأة دوي، لدينا مشاركة من وزارة التضامن الاجتماعي،
مبادرات وعي، لدينا مشاركة أيضا من حياة كريمة، لدينا مشاركات كثيرة تقدمها وزارة الشباب وزارة الأوقاف وجناح الأزهر بعدد من الفعاليات التي ترسخ الأفكار الوسطية وتحصن الأفكار ضد التطرف. وهذه رسالة أخرى يقدمها المعرض لجمهوره أيضا. بالنسبة لقادرين باختلاف، هناك كافة التضامن معهم سواء من خلال الأجنحة التي يمثلها المجلس القومي للإعاقة أو إتاحة مجانية لدخول المعرض ومرافقيهم. كذلك خصومات خاصة لهم تقدم. والحقيقة لابد أن أنوه أيضا إلى أن المعرض هذا العام من خلال اتحادي الناشرين المصريين والعرب وكل الناشرين الموجودين بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة ستقدم خصومات خاصة لجمهور المعرض هذا العام رغم كل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لكن هناك ثقة حقيقية في الجمهور المصري، هناك ثقة حقيقية في الوعي الثقافي المصري، وأيضا لابد أن نشيد بالرعاية الكاملة التي تلقاها المعرض من سيادة رئيس الجمهورية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على كل هذه التفاصيل والإيضاحات.